بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامج إضاءات في زيارة الأربعين، وأرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ علي موحان. حياكم الله شيخنا العزيز، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله ومرحبا بكم، سلمكم الله. نعم مشاهدينا الأكارم، كان الكلام في الحلقة السابقة حول معرفة مقام المزور، كما أننا فصلنا أن الزيارة أو أركان الزيارة تتكون من ثلاثة أركان، وهو المزور والزائر والزيارة بهذا المعنى. وتطرقنا أيضا إلى قضية أنه من الزيارات المخصوصة للإمام الحسين سلام الله عليه هي زيارة وارث، وتبادلنا أطراف الحديث في كيف أن الحسين سلام الله عليه هو وارث آدم، ووارث نبي الله نوح، ووارث نبي الله إبراهيم. شيخنا العزيز، السؤال لكم، هل أن معرفة مقام المزور الذي هو الإمام الحسين سلام الله عليه هو إبقاء وامتداد للدين الإسلامي؟ ومن هنا بلا شك نطلب من سماحتكم، من فضيلتكم، أنه تبينون لنا مقام المزور وهو الإمام الحسين سلام الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي من علينا بمجاورة الإمام الحسين عليه السلام ومجاورة أخيها بالفضل صلوات الله وسلامه عليهما. شكرا لله، وأسأل الله أن لا يحرمنا هذه المجاورة في الدنيا وفي الآخرة. كان كلامنا في بيان مقام سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وذكرنا قضية لأنه ذكرناها في بداية الأمر ومررنا عليها في الحلقة السابقة، أن الإمام الحسين عليه السلام باعتباره عدلا للقرآن، المفروض أن من يعني يريد أن يبحث لكي يعرف مقام سيد الشهداء عليه أن يجعل أمامه هذه القضية، قضية أنه لن يقوى على أن يحيط بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وأنه يمكن أنه كما يعبرون في المنطق أن الأشياء التي لا يمكن أن تعرف بذاتياتها يمكن أن تعرف بوجوه، يعني بوجه من الوجوه يمكن أن تعرف هذه الأشياء. فممكن أنه الآن يعني ما يطرح من مسائل أو ما يطرح من نظريات في بيان معرفة سيد الشهداء هي يعني قد نتسامح في القول ونقول أنه هذا معرفة بوجه وليس معرفة لذات سيد الشهداء، أو أنه من باب الإحاطة بمقامه الشريف. هذه القضية ذكرناها، وذكرنا أن هناك محاولات، هذه المحاولات يعني بعضها قد يقال أنه يعني استحسانات، يعني تخلو من البراهين. البعض الآخر قد تكون يعني مكاشفات لأصحابها، البعض الآخر قد يكون يعني نوع من أنواع الفهم الخاص لبعض النصوص الواردة عن المعصومين من خلال يعني أنه التوليف بين أكثر من رواية للوصول إلى النتيجة المطلوبة في هذا المقام. فعموما البحث يعني في هذا الباب بحث ليس بالهين. شيخنا، إضافة لكلامكم، كما هو مذكور في القرآن الكريم، يؤتي الحكمة من يشاء. اتيان الحكمة، الحكمة هو حسن التصرف والتدبير في الأمور. فهذه تأتي لا برواية ولا بآية، ولا إنما تأتي بفيوضات من الله سبحانه وتعالى. وهذه كما الآن ذكرتم أنه ممكن تحصل نوع من أنواع الهبة من الله سبحانه وتعالى في معرفة الإمام. الميزة أنه حتى الإنسان الذي توهب له هذه المعرفة إذا أراد أن يتكلم مع الآخرين، المشكلة أنه يعني يحبس في هذه الألفاظ التي يتعامل بها مع الآخر، وهذه الألفاظ مشكلتها أن دلالاتها يعني دلالات ضيقة قد لا تفي تماما بالمطلب. أنا سأنقل لكم يعني بعض العبارات المفيدة في هذا المقام، وأسأل الله لي ولكم إن شاء الله أن نكون يعني ممن يتلمس الطريق للوصول إلى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا أن هناك يعني طريقة عند الأعلام أنه من خلال البحث في خصوصيات سيد الشهداء كزيارة وارث، بدعوى أن الزيارة الأخرى التي وردت فيها هذه العبارات زيارة ضعيفة السند وأنه لم يأخذ بها الأعلام. فعلى هذا الأساس أنه عندما
يدعى أن هذه الزيارة خاصة بسيد الشهداء، فالمفروض أن جميع ما فيها من أوصاف لابد أن تكون أيضا خاصة بسيد الشهداء. مع أن هذه الأوصاف قابلة من جهة أن تكون يعني مشتركة بين يعني سيد الشهداء وبين باقي المعصومين عليهم السلام. فعليه ما هو الحل؟ الحل أنه يأتي يعني بعض الأعلام وكأنه يفتح سجل لمن يرثهم الحسين عليه السلام كآدم عليه السلام ونوح وباقي الأنبياء، فيفتح ملف نبي من الأنبياء ويدرس الصفات التي يمتلكها هذا النبي، الأحداث التي مرت به، التكليف الذي أداه في زمانه، أهم يعني الأحداث التي ربما أثرت على زمانه، فيأتي هنا يبحث في هذه التفاصيل ومن ثم يأتي إلى سيد الشهداء، وكذلك كأنه يدرس صفاته والأحداث التي مرت عليه ويحاول أن يوائم أو أن ينظر، أن يقول هنا هذه الصفة نظير هذه الصفة. هذه العملية هي أشبه ما تكون بالقياس، أن يقيس الحسين عليه السلام على غيره من الأعلام على أساس أن هناك جهة شبه بينهما، فعليه هذه هي الجهة المختصة، وعلى هذا الأساس كان وارثاً لآدم عليه السلام من هذه الجهة، يعني هو ورث آدم عليه السلام كما ورثه أمير المؤمنين، ورث الكتب، ورث العلم، ورث مقام الإمامة، ورث مقام الخلافة، ورث كثير من الأشياء الخاصة به، لكن هذه مشتركات. أما أنه ما هي الخصوصية؟ الخصوصية مشكلتها هكذا، أنه كيف تشخص الخصوصية؟ واحدة من الطرق هذه، ومررنا على تفصيل، وصلنا إلى يعني الخصوصية التي له مع إبراهيم عليه السلام. أنا قبل أن أدخل في باقي يعني الصفات، يعني مهم عندي أن أذكر شيء يعني أو طريق آخر. نعم تفضل. الطريق الآخر هو يعني بيان بعض النتائج، وأما مناشئ هذه النتائج مقدماتها يعني أمرها صعب ليس بالهين. أنا مرة من المرات كان لي يعني حديث مع بعض الأعلام حفظهم الله في هذا الباب، وهو أخبرني بهذه القضية، قال أنا في عقيدتي أن الإمام الحسين عليه السلام هو يعني مفتاح العلم بيده صلوات الله وسلامه. سلام الله. وقلنا أن كمال الإنسان مفوض بعلمه، فأصلاً فيض العلم إنما يكون عن سيد الشهداء. يعني هو يدعي يقول أنا في عقيدتي هذا الأمر وأنا عندي يعني. حصر العلم كله بسيد مفتاح الشهداء. مفتاح العلم بيد سيد الشهداء، بعد أن كان أمير المؤمنين هو باب مدينة العلم، ورسول الله هو المدينة، بمعنى أنه هذا التسلسل لا يمكن أن ندخل إلى الباب من دون هذا المفتاح. فمن جهة يقول هو مفتاح العلم بيده، وعبارات بعض الأعلام الآخرين يقولون السيد الشهداء هو باب الولاية، من أراد أن يدخل إلى الولاية لابد أن يدخلها من طريق سيد الشهداء صلوات الله وسلامه. موجودة في الزيارات من أراد الله بدأ بكم. لابد بدأ بكم، هذا كأنهم هنا تأتي المشكلة على النطاق الأوسع، أنه يعني هذه من الصفات المشتركة، لكن خصوص سيد الشهداء أنه مفتاح العلم بيده، وعبارته الأخرى قال وأنا من خلال الاستقراء الذي قمت به أنه ما من عالم له شأن في هذه الطائفة، مو ما من عالم، لا، ما من عالم له شأن في هذه الطائفة إلا ومر بكربلاء. لا يمكن لشخص أن يستكمل طريق العلم من دون أن يمر بالحسين عليه السلام. سبحان الله. يعني هذا يعني واحد من الأطروحات التي تطرح. هناك أطروحة أخرى، أنه عندما نسأل لماذا الحسين عليه السلام، لماذا ينتخب الحسين عليه السلام بالذات؟ في العراق لدينا مثلا أمير المؤمنين، في بغداد الكاظمين سلام الله عليهما، في سامراء العسكريين، وهنا في كربلاء سيد الشهداء، لماذا الحسين؟ لماذا الحسين عليه السلام؟ هذا السؤال عندما يسأل، يعني المشكلة فيه أنه يسأل فيه عن العلة، هذه يعني استبيان العلة، استكشاف العلل يعني ليس بالأمر السهل والهين. استكشاف العلل أحيانا يعني في الأحكام الشرعية مثلا، باعتبار أن الله عز وجل يجعل الأحكام الشرعية على أساس أن في الأفعال التي يجب عليك أن تقوم بها لها ملاكات يعبرون عن هذه الملاكات، هي المصالح الموجودة فيها، وفي الأفعال التي تنهى عن القيام بها هناك ملاكات اللي هي المفاسد. أن يأتي إنسان ويدعي أنه يستكشف السر، أنه لماذا أن الله عز وجل مثلا أوجب الصلاة، أو لماذا أوجب الزكاة، لماذا مثلا جعل الصلاة
خمس صلوات في اليوم ما جعلها ستة؟ لماذا حرم أكل الميتة؟ لماذا حرم شرب الخمر ولا يضرب؟ كتاب علل الشرائع موجود ويجيب على بعض هذه التفصيلات. فإن كان المعصوم قد كشف العلة، كشف الملاك، وكان كشف الملاك هذا بسند معتبر يؤخذ به، وعلى أساس طبعا كشف الملاك يقدر يعمم يتعدى بلا شك أينما وجدت هذه العلة المفروض يوجد هذا الحكم. هي هذه طريقة من طرق تعميم الأحكام، عبروا عنها بتنقيح المناط، أنه يجي ينقح إلى أن يصل إلى العلة. إذا لم يبين الشارع يقوى على أن يستكشف بلا شك. يقول لا بلا شك لا, لا يمكن لا يمكن. لماذا يقول؟ لأنه لا يمكن الإحاطة بواقع الأشياء بملاكات الأشياء. هذا العقل الإنساني لا يقوى على أن يحيط بملاكات الأشياء إلا أن يعرف، إلا أن هو يعلم، أما أنه هو بنفسه غير قادر على أن يحيط بواقع الأشياء. في حين أنه مثلاً لا، إذا العقلاء مثلاً اتفقوا على قضية أو صدروا حكماً من الأحكام فيما بينهم وتواضعوا على قضية ما، فالعقلاء باعتبار نحن منهم، فيمكن أن يكون لها، لابد أن يكون لحكم هؤلاء العقلاء منشأ، وهذا المنشأ من اليسير أن يستكشف. فهنا عبارة مشهورة يقولون في الشارع أو في الأحكام الشرعية، الأحكام تعبدية، يعني عندما يأتيك حكم مو بالضرورة، يعني ليس لك أن تدعي تقول أنا ما دام لم أعلم ما هي العلة لإصدار هذا الحكم فأنا لا أعمل به إلا أن أعلم، ليس أمرا صحيحا، ليس واجبا عليك أن تعلم علة هذا الأمر، أنت عليك التطبيق، أنت عابد، فعليك أن تتعبد بهذا الحكم. أما في سيرة العقلاء فأحكام العقلاء لا تعبد فيها، كلها منشأ، لها منشأ عقلاء، مناشئ استنادية عليها. نعم. هناك أيضا قضية مهمة، أنا الآن هذه مقدمة تنفع في مسألة أنه لماذا الحسين عليه السلام. فهناك مسألة في قضية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، أنه نحن نسأل عن العلة في انتخابه بهذا الشكل، أنه لماذا انتخب الحسين عليه السلام على أن يكون مصباح هدايا مثلا، بقائه بقاء الدين، لماذا انتخب بالذات هو ببقائه بقاء الدين، لماذا انتخب على أنه يكون سفينة النجاة؟ أنت تسأل وتريد أن تقول أنه أنا عندما أذهب لزيارة سيد الشهداء بالذات فأن هذه المعرفة المكتومة ستظهر في قلبي، أن هذه الحب المكتوم والحرارة سيظهر. نعم. ولماذا؟ ولا هنا يعني في المنطق هناك قضية مشهورة، يعني يمكن أن تقرب إلى هذا الباب، اللي هي أنه عندهم مطلب أنه عندما تكون الهداية، يكون الحسين عليه السلام محض نور وهداية، فكأنه الهداية من ذاتيات سيد الشهداء صلوات الله وسلامه مخصوصا، يعني من ذاتياته، فإذا كانت من ذاتياته هناك عبارة مشهورة جدا يقولون الذاتي لا يعلل، غير قابل للتعليل، الذاتي لا يعلل، إنما جعل الحسين حسين، لا يقال أنه لماذا جعل منارا يهتدى به، لأن الهداية به المفروض كما أن النور، يسأل عن النور لماذا أن النور يضيء، يقول لي أنه نور فقط، جوابه هكذا. يعني هذا الترابط ما بين كلامكم وما بين أنه الأحكام التعبدية غير قابلة للمساءلة، أو لماذا حدث هذا، أو لماذا طرح هذا الحكم، أنت عليك أن تطبق. وكذلك وجه الشبه ما بينه وما بين سيد الشهداء سلام عليه، أنه هو الحسين، فلا تسأل لماذا، لماذا هو منبر، لماذا هو هدى، لماذا لماذا لماذا، وكل هذه التساؤلات. شيخنا العزيز، نأخذ فاصل ونعود إن شاء الله. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله. حياكم الله مشاهدينا الأكارم مرة أخرى، وأكرر ترحابي بضيفي الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ علي موحان، حياكم الله شيخنا العزيز، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نعم مشاهدينا الأكارم، كان الكلام وأطراف الحديث مع فضيلة الشيخ حول قضية الأحكام التعبدية، وكيف أنه العلماء عندما يتفقون على رأي ومسألة شرعية فلعامة الناس أن يطبقوا دون السؤال عن علة تشريع هذه الأحكام التعبدية.
وقارنا ما يقترب من هذا المضمون، كيف أن الحسين سلام الله عليه هو منبر الهداية، هو طريق الحق، هو رمز الحرية، ولا يسأل بذاتية المعلول. نعم شيخنا، تفضل لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. نعم، وصلنا إلى هذه النقطة، نحن يعني في مقام بيان أنه لماذا الحسين عليه السلام بالذات تم اختياره لكي يكون يعني كاشفا عن هذه المحبة المكتومة والمعرفة المكتومة، وبالأصل أصلا لماذا جعلت هذه المحبة المكتومة للحسين عليه السلام بالذات، رجوعا أنه لماذا جعل الحسين عليه السلام مصباح هدى وسفينة نجاة. فذكرنا نقطة مفيدة، أنه هذا السؤال هو اللي هو سؤال لماذا، كأنه سؤال يعني يبحث فيه عن العلل، أنه لما الحسين هذا أيضا حتى في المنطق يعبر عنه ببراهين اللمية، أنه عندما تريد أن تجيب بلما كأنه تكشف العلة، علة الأشياء، وتنتقل المفروض من علة الأشياء إلى معلولاتها لتثبت. فدعوى أنه يعني نحن ندعي أننا نعرف السبب الأساسي، هذا نوع من أنواع الإحاطة، والإحاطة كما ذكرنا غير ممكنة إلا أنك تعلم. فحتى لو علمت، المشكلة الأخرى التي ستواجهك أنه في قضية بيان هذه المعلومة التي حصلت عليها، مرة هي من الأسرار التي لا يمكن لك أن تبيح بها في أي مقام، ومرة حتى لو أتيح لك أن تتكلم بها، المفروض أن هذه الألفاظ يعني عبارة عن حبس وضيق بالنسبة للمتكلم الذي يريد أن يبين. فلذلك تراهم يستعملون الأشعار، كنايات، لا يمكن أن يتحدث بصراحة في كل مورد من الموارد. على العموم وصلنا إلى هذه النقطة، أنه ممكن أنه كما يعبرون في المنطق بأن الذاتي لا يعلل. فعندما ننظر إلى سيد الشهداء ونرى أن هدايته كأنها ذاتي من ذاتياته، أنه هو بنفسه هادي للناس، وأنه مصباح هداية، وأنه قد جعل مصباح هداية، هذا الجعل المفروض يعني ليس جعلا تركيبيا كما يعبرون، بل هو من ذاتياته. فما دام ذاتي، ممكن لبعض الأعلام أن يقول أن هذا الأمر لا يعلل، وأنه مهما ستنقح في هذا الأمر وتحاول أن تكتشف العلة ستدخل في إشكالية القياس وادعاء أن هذه علة من دون مستند. هناك بعض الأعلام يعني ممكن أنه يلتفت إلى سيد الشهداء يعني في بنظره إلى التفات آخر أو جهة أخرى، يعني كما ذكرنا في البداية أن معرفة سيد الشهداء تكون يعني بوجه من الوجوه، يمكن أن نتلمس الطريق، بوجه آخر أيضا يمكن أن نتلمس الطريق. فإذا ما كانت القضية عن طريق المناظرة بينه وبين الأنبياء، إذا ما كانت القضية عن طريق يعني محاولة استكشاف العلة التي لأجلها يعني جعل مصباحان، إذا ما كانت يعني العلة أو اكتشاف العلة عن طريق المكاشفات التي ممكن أن يشير إليها بعض الأعلام، فممكن أيضا كما ذكرنا من بعض العبارات، من بعض الزيارات أيضا تستكشف قضية أنه لماذا الحسين، وهي أيضا من المقربات. هناك يعني كأنها نافذة صغيرة يمكن للإنسان أن يطل منها على سيد الشهداء ويتعرف عليه بشكل يسير. هذه النافذة هي كنيته صلوات الله وسلامه عليه. لماذا كني بأبي عبد الله؟ نعم. وهذه الكنية المفروض أن الذي كناه بها رسول الله صلى الله عليه وآله. كأنما العرب سابقا كانوا يكنون حتى الأطفال وهم صغار. نعم. الكنية بالنسبة، وإن كان يعني هذا أشبه بال يعني جملة الاعتراضية، الكنية كان العرب يعني الأئمة عليهم السلام بالذات يعني كانوا يحثون على هذه القضية، أنه يكنون أولادهم الصغار خشية النبز بالألقاب، وأنه من باب رفع شأنه وهو صغير، ولا تنابزوا بالألقاب، أنه يرفع شأنه وهو صغير، أن لا ينادى باسمه الصريح وإنما ينادى بكنيته. فسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه عندما يبدأ شراح الزيارة ويقفون عند كنيته، هناك بحث طويل جدا في هذا الباب،
أنه من جهة أن الذي كناه بهذه الكنية هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وقطعا أن يعني هذه الكنية لابد أن تكون وراها شيء، أكو دلالات من قطعا من يعني انتخابها بالذات من دون باقي الكنى، ما هو الوجه فيه؟ رجعنا نفس الإشكالية، هي البحث في هذا فأيضا تبدي قضية الاحتمالات أنه كناه بأبي عبد الله، لماذا؟ فهناك يعني جملة من الاحتمالات، أشهر يعني هذه الاحتمالات، هناك احتمالان أساسيان طبعا. بالمناسبة هي هذه عندما أقول احتمال بمعنى أنه في يعني في النصوص اللغوية عندما يراد الإنسان أو يريد الإنسان أن يبحث أو يستكشف ظواهر هذه الألفاظ، ف يبدأ يبحث في الاستعمالات، أنه استعملت هذه المفردة في كذا واستعملت في كذا واستعملت، يبدأ يعدد استعمالات حتى يستخرج ومن المعنى. ثم يجي يطبق أنه هذا الاستعمال ينفع في هذا المقام، ما هي المحاذير لو كان المراد من هذا الاستعمال هذا المعنى، كم استعمال استعمل، مثلا نجمع 5 استعمالات 6 استعمالات، شعر العرب، القرآن، الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، ونجي نطبق استعمال استعمال أنه هذا المعنى يعني ينفع في هذا المقام، هل هناك محاذير أو لا، ومن ثم يعني يقول هذا أرجح الاحتمالات أن يكون مراد المتكلم هذا. ففي مقامنا المفروض أنه عندما يكن النبي الأكرم صلى الله عليه النبي الأكرم كن الإمام الحسين السلام بأبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فيقولون أنه أشهر الاحتمالات أنه إما أن كنيته بهذا عنوان، إما لأنه أب لعباد الله، أو أنه أب لعبادة الله، لا يخلو الأمر، يعني لا يخلو الأمر من هذين الوجهين. فنطبق الاحتمال الأول ومن ثم نطبق الاحتمال الثاني ونشوف أنه ممكن أن أنه حتى تكونون مشاهدينا الأحبة معنا، أنه كيف للحسين سلام الله عليه، هو كما ذكرنا هو وجه الدين، وكيف امتداد الدين هو بالحسين سلام الله عليه، وهذا تطبيق لما ذكره فضيلة الشيخ. نعم، هو استكشاف للخصوصيات، نحن ما زلنا في هذه الدائرة نحاول أن نستكشف خصوصيات، لكنها خصوصيات في النهاية يعني خصوصيات كما يعبرون في المنطق بوجه، يعني لا نقوى على أن يعني ندخل هذا البحر الكبير ونستكشف بواطنه. هذين الوجهين، الوجه الأول أنه أب لعباد الله، أب لعباد الله، والوجه الثاني أنه أب لعبادة الله، وأب لعبادة الله. فعندما يكون الحسين عليه السلام أب لعباد الله، أنه يعني ما هو الوجه، ماذا يعني، ماذا نعني بأن الحسين عليه السلام أب لعباد الله، ولعباد الله مو لخلق الله، عباد الله، عباد الله بالذات مو لخلقه. ينقل في أحوال بعض الأعلام أنه عندما كان يقف للصلاة في أول شروعه في الصلاة، يعني قبل أن يبدأ في مقدمات الصلاة، من ضمن مقدمات الصلاة الأساسية السلام عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، فيسأل أنه لماذا تسلم على الحسين عليه السلام عندما تريد أن تصلي، فجوابه كان بهذا الشكل، قال أنه لولا الحسين لما صلينا. أصلاً حفظ هذه الصلاة المفروض ببركة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه، فكأن الحسين متفضل علي، كما أن الآب يمن على أبنائه بأنه يحفظ لهم ما ينفعهم ويوصلهم إلى بر الأمان، ويعني يمارس هذه العملية، عملية تربيتهم منهم صغار إلى أن يكبروا، فسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه حفظ لعباد الله دينهم، فهو من هذه الجهة كأبيهم، فيقال بأنه أب لعباد الله باعتبار أنه صاحب المنة والفضل عليهم. كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنا وأنت، هو لأمير المؤمنين وهو سلام الله عليه، أنا وأنت أبواه هذه الأمة، أبواه هذه الأمة. هذا العنوان يعني العنوان العام قد يكون يعني ضيق، قد يكون يعني أوسع، فالمهم الالتفات هكذا أنه أب لعباد الله، أنه لولا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، كما ذكرنا أنه لا بقاء للدين إلا به صلوات الله وسلامه عليه، فما قام به في يوم العاشر من المحرم أنه حفظ لهؤلاء العباد
دينهم فهو أب للعباد الذين يعبدون الله، ما كان لهم أن يعبدوا الله عز وجل يعني بوجه صحيح لولا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. هذا وجه من الوجوه التي ممكن أن تذكر. أما أنه بناء على الاحتمال الثاني وأن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أب للعبادة لعبادة الله، فالمفروض أنه يعني كيف يتوجه هذا الأمر؟ أنه ما هي العبادة؟ عبادة الله، يقول عبادة الله الصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس، هذه العبادات المعروفة. كيف يكون سيد الشهداء أب لهذه العبادات؟ بعض الأعلام يوجه هذه العبارة يقول في يوم العاشر من المحرم، في يوم العاشر من المحرم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أظهر أجلى مصاديق العبودية والطاعة لله عز وجل، أجلى المصاديق، وجاء كأنه بجميع العبادات التي فرضها الله عز وجل في هذا اليوم اللي هو يوم العاشر من المحرم، بدءا من الصلاة وختما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد. نعم، ذكرنا شيخنا العزيز، ذكرنا في الحلقات السابقة كيف أن في ليلة العاشر طلب المولى أبي عبد الله سلام الله عليه من سيدي ومولاي قمر العشيرة بأن يطلب من القوم أن يمهلوهم سواد هذه الليلة، فكما قوله سلام الله عليه فإنه يعلم أنني أحب الصلاة له والاستغفار والمناجات، وهذا ما موجود في كلام الإمام سلام الله عليه. وعلى ذكر المولى أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله أن تحفظ هذه الكلمة لي عنده، أن يعني كما يقولون أن الحسين السلام أظهر أجلى مصادق العبودية والطاعة لله عز وجل، أن المولى أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه في يوم العاشر من المحرم أظهر أجلى مصادق الطاعة لمولاه لسيد الشهداء، لذلك طاعة تامة لإمام الزمان. لذلك يعني في زيارته عندما يزار يقال له السلام عليه، أشهد لك بالتسليم، بالتسليم والتصديق والوفاء، بل أنه في بداية الزيارة عندما يقال السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. كلمة العبد الصالح المفروض هذا العنوان عندما ناله العباس عليه السلام أنه صار عبدا وصالحا. مقام الصالحين هذا مقام يسعى إليه جملة من الأنبياء، عندما يقرأ القرآن وتبحث وتستقرأ يعني هذه الآيات ستكتشف إنه من عبادنا الصالحين، أن هناك هذا مطلب من مطالب الأنبياء أن يصلوا إلى هذا المقام الشريف اللي هو مقام الصالحين. ومقام الصالحين بمعنى الذي لا عيب فيه أصلا، الصالح بمعنى الذي لا عيب فيه، بحيث صار يعني صالحا وقادرا على أن يفاض عليه، له الآن الإمكانية الكاملة أن يفاض عليه من فيوضات الله عز وجل ومن خيره. فالإمام الصادق لما يقول السلام عليك أيها العبد الصالح وصل إلى هذا المقام الشريف اللي هو مقام العبودية، اللي هو يعني غاية وجود هذا الإنسان في هذه الدنيا، أن يتعلم أن يكون عبدا، لأنه بعبوديته لله عز وجل أن الله عز وجل يرفعه ويجعله خليفة له في هذه الأرض. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما نقول أنه أب لعبادة الله، ف بهذا العنوان أنه صلوات الله وسلامه عليه جاء بجميع العبادات كأنه من جهة، ومن جهة أخرى أنه أظهر لنا أجلى مصادق العبودية والطاعة والتسليم والإنقياد لله عز وجل والجهاد، وأنه كل ما وقع علي أو كل ما وقع بي المفروض أنه هين، لأنه إنما هو بعين الله عز وجل. هذا اللحاظ المفروض لحاظ يعني جدا أساسي، ويستكشف من كلماته صلوات الله وسلامه عليه أنه كان منقادا، أنه شاء الله، يعني هذا الأمر هم لا يكشفه لكل أحد من يعني ممن أشار عليه، لكنه في يعني عند بعض الخواص يقول شاء الله أن يرانا مجزرين وأن يراهن سبايا، شاء الله، بعد ما دام الله عز وجل شاء فنحن طوع مشيئته. فهذا الموضوع يعني ممكن أن يكون سيد الشهداء له هذه الخصوصية التي على أساسها أن زيارته يعني أيضا تكون ذات خصوصية، وجه من الوجوه ممكن أن يقال أن هذا هو الوجه. طبعا في النهاية تستطيع أن تجمع أنه لماذا عندما صار أب لعباد الله أو أب لعبادة الله سيكون يعني مفتاح العلم بيده، سيكون بابا للولاية،
زين، سيكون الإمام الحسين عليه السلام أنه ما من عالم إلا ويمر به حتى يغترف من معينه. فتستكشف من خلال جميع الأقوال التي ممكن أن تذكر في سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، حتى نبدأ نفهم أننا عندما نتوجه إلى سيد الشهداء أنهم ما الذي نعرفه عن الحسين عليه السلام. نقول نحن عندنا معرفة مكتومة، لكن هذه المعرفة المكتومة تحتاج إلى إثارات، باعتبار أن هناك غفلات كثيرة في هذه الدنيا، إشكالات كثيرة وشبهات كثيرة يثيرها الشيطان وأتباع الشيطان. فالذي يجلي الأبصار، كما أن القرآن فيه جلال الأبصار، الذي يجلي الأبصار ويجلي العقول ويدفع الشبهات، أن الإنسان يأتي ويلوذ بسيد الشهداء ويطلب منه أن يعلمه وأن يمن عليه بأن يصبح صاحب حكمة ومعرفة في هذه الدنيا. نعم، أحسنتم كثيرا شيخنا العزيز، وشاكر جدا لتواجدكم معنا في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة. مشاهدينا الأكارم، وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم في الحلقات القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.